عادل، مساء الفل. مساء الفل يا محمد، ازيك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله، الحمد لله تمام. دايما كده لما بنيجي نتكلم مع الكابتن عادل عبد الرحمن على مباريات القمه اكيد لازم نسمع منك وجهه نظر فنيه مهمه جدا. يعني الماتش باحداثه هل ممكن يكون له تاثير فني على تركيز اللاعبين ده في المقام الاول ولا لا؟ لا، يعني بالنسبه للنادي الاهلي احنا متمرسين على الضغوطات اللي بتحصل، هو ضغط مش اكتر، يعني هو اكتر من مره بيجي مباراه القمه بين الاهلي والزمالك يحصل تهديد او وعيد ان هو المباراه ممكن ما تتلعبش يعني، ولكن ده شق، والشق الثاني اللعيبه في حال ثاني اخر هو الجهاز الفني. اكيد الجهاز الفني عارف انه اكيد ممكن الزمالك يكون بيناوي يعني حاجه عاديه اللي انه يقول مش هلعب المباراه، بس احنا في الالفيه الثالثه وما فيش حد بينسحب من الدوري يعني، ولكن في الاخر نقدر نقول ان الكلام بتاع التاجيلات او لغي المباراه ده شق، والشق الثاني التركيز من الجهاز الفني ومن اللاعبين، لاعبتنا عندها خبره عاليه قوي والجهاز الفني عنده خبره، فهم بيشتغلوا في مجالهم، والمجال الاخر بقى ممكن بكره يتحسم الامر او بعده، ولكن انت هتلعب المباراه لازم الاعداد النفسي بتاعك، انت عندك مباراه مع نادي الزمالك يوم الثلاث، مباراه كاي مباريات الدوري، المباراه بثلاث نقاط والمباراه اللي فاتت الداخليه بثلاث نقاط وكل المباريات بتاعت الدوري بثلاث نقاط، الاستعداد بيبقى واحد بالنسبه للنادي الاهلي، النادي الكبير بيبقى استعداد الاستعداد بتاعه بيبقى واحد مع جميع الفرق، لانه ما عندوش الحته بتاعت انه مثلا يعني في انديه ممكن تقول لك المباراه دي انا هتعادل فيها، والمباراه دي ممكن العب على التعادل، المباراه دي العب على ان انا اقلل النتيجه شويه، لكن النادي الاهلي غير كده خالص، النادي الاهلي كل مبارياته عايز يكسب، وكل مبارياته مع الانديه المصريه هو الليدر، هو الاقوى، فهو علشان كده هو بيشتغل على الاعداد النفسي للمكسب. اكيد. طيب الدفعه المعنويه للفريق في الفتره الاخيره، الفوز بالبطوله الافريقيه، ثلاث انتصارات متتاليه بعد استئناف مشوار الدوري، عمرو السوليه واحراز هدف الثلاث نقاط، وهدف اعتقد انا شايفه فوائده اصلا كمان للسوليه مع الثلاث نقاط، شايف ممكن الفريق في ماتش القمه امام الزمالك يكون عنده كولر فرصه ان يكون في اتاحه لعيبه اكتر بالمقارنه بالمباريات اللي فاتت؟ يعني في السوليه، في قفشه، في امام عاشور، في اكرم توفيق، في مروان عطيه، برضو في ناحيه اليمين في عمر كمال، يعني ان شاء الله لو لحق في محمد هاني، في كريم فؤاد، في كريم الدبيس، احمد نبيل كوكا، يعني في وفره في مراكز كتيره، ممكن تلعب بمودست وكهربا لو عايز تقلل اللعيبه في عدد نص الملعب، يعني اعتقد يا كابتن عادل في امور فنيه ممكن تديك يعني فرصه ايجابيه في لقاء القمه. بص يا محمد، خلينا نبقى متفقين على حاجه مهمه. اتفضل. النادي الاهلي كل سنه بيخوض مباريات اكتر من الانديه المصريه كلها. بالظبط. بيلعب في كاس العالم للانديه. وما بالك كاس العالم للانديه، المباراه في كاس العالم للانديه باربع خمس مباريات. النادي الاهلي بيوصل لنهائي افريقيا وبيلعب وبيسافر كام سفريه. وبيلعب مباريات قويه جدا. النادي الاهلي بتبص تلاقيه في اخر السنه دايما مضغوط، لان المباريات بتبقى مؤجله لكونه ان هو بيوصل للادوار النهائيه وبيلعب في كاس العالم للانديه، فبيتراكم عليه المباريات، فبيحصل اجهاد. الحاجه المشكله الكبيره اللي بتقرق اي مدرب في العالم التفاوت ما بين المستويات في مع اللعيبه، بمعنى ايه؟ بمعنى احنا دلوقتي بنعد لعيبه كتيره قوي، لكن ظروف اللعيبه ايه؟ في ظروف لعيبه مجهده وعندها اصابات، وفي ظروف لعيبه انفيت اللي هم ما بتلعبش كتير، وده حاجه لوجيك في كره القدم، انك انت عشان تكسب المباريات وعشان بتلعب بطولات كبيره فلازم تثبت تيمك على الاقل 80 90% من تثبيت تيمك، فبيحصل ان في ناس بتاخد دقايق كتير قوي وفي ناس بتاخد اقل، فانت عاوز ترجعها، انت ما تقدرش تجازف بتشكيل تبقى لاعب سبعه ثمانيه لعيبه المباراه دي والمباراه اللي بعديها تغير سبعه ثمانيه لعيبه. فبيحصل عدم تكيف في اللعب او عدم انتظام في اللعب ما بين الجمل التكتيكيه واللعب التكتيكي العادي يعني. لكن النادي الاهلي بيتغلب عليه بالعدد اللعيبه اللي عنده المميزين، ده رقم واحد، رقم اثنين
الدافع بتاع كل لعيب. انت في عندك مثلا عمرو السولية المباراه اللي فاتت لما نزل عمرو السولية واحرز هدف وجيب في جيله دافع كويس قوي، ممكن استغله في المباراه القادمه، ولكن استغله في المباراه القادمه هو لعب فتره قليله، ما اقدرش ان انا استغله 100% يعني ابدا بيه مباراه. انت فهمتني؟ فانت انت بتتكلم انت رجع عنده ثقه ولكن ما يقدرش يلعب ال 90 دقيقة، لكن مثلا واحد زي مروان عطية ريح المباراة ده، محمد عبد المنعم ريح المباراة ده، فأكيد محمد عبد المنعم ومروان عطية أكيد ليهم دور كبير، هيبقى مش أقل من ال 90 دقيقة بتوع الملعب. أكيد. الحاجة الجميلة، الحيرة الجميلة اللي عند النادي الأهلي إنه بقى جاهزية اللعيبة أكتر، يقدر المدرب يقدر يحط التكتيك اللي هو عايزه على حسب المباراة اللي هيلعبها. يعني مباراة الداخلية لو كانت مباراة الزمالك ما كانش ريح محمد عبد المنعم، ما كانش ريح مروان عطية، لكن مباراة الداخلية اديته أريحية ان هو يريح اثنين عشان يعمل مش لمباراة الزمالك بس للمباراة اللي بعد كده. وخلي بالك يا محمد الفترة دي فترة مدرب الأحمال أكتر من المدير الفني. بمعنى إيه؟ بمعنى مدرب الأحمال هو اللي بيحدد عدد الدقايق اللي بيلعبها كل لعيب في السيزون. يعني مثلا ممكن انت تكون راغب انك تلاعب عمرو السولية من البدايه كمدير فني وتقول انا ممكن العبه المباراه دي، يجي لك مدرب الاحمال يقول لك لا كمل جري اللي هيديه لك في 90 دقيقه، مش هيديك حوالي مثلا ل 60 50 دقيقه، انت فاهمني؟ فيرجع المدير الفني الناحيه الفنيه بتاعته بترتبط بالناحيه البدنيه اللي هي بتاعت المدرب الاحمال. فانت بالنسبه للعيبه النادي الاهلي في الوقت الحالي للمباراه القادمه، انت انسى مباراة الداخلية، انت بتعمل شكل اخر مع فرقة اقوى، مع احترام للداخلية طبعا، بس مع فرقة اكيد هتبقى اقوى اكيد بحكم ان ده نادي الزمالك، فاكيد هتلعب افضل عناصر عندك من وجهة نظرك في الوقت الحالي. خلي بالك النادي الاهلي ما فيهوش الافضل دايما، انت يعني مثلا ايه في اندية كتير قوي تقول اللعيب ده افضل لعيب عند النادي، لكن انت في الاهلي دول الاجهز بيبقوا متقاربين مع بعض. المقوله اللي بتقول عشان بس نفسرها للناس المقوله دي، لان المقوله دي في ناس كتير قوي فاهمها غلط، الاهلي بمن حضر. الو الاهلي بمن حضر. كابتن عادل سامعني كده كويس؟ انا سامعك. الاهلي بمن حضر والصوت قطع، كمل يا كابتن. انت فاهم المقوله اللي بتقول الاهلي بمن حضر، الاهلي بكل اللي عنده بكل لاعيبته، عشان كده النادي الاهلي اللعيبه اللي بتلعب في اي وقت بتلاقيها على قد المسؤوليه، بتلاقيها جاهزه بدنيا، بتلاقيها عندها الروح العاليه بتاعه النادي الاهلي، هي الروح اللي بتعوض. انت ممكن تكون اقل شويه بدنيا لكن روحك تديك افضليه في المباراه، لان اكيد دايما بنتكلم على لعيبه النادي الاهلي العب للتيشيرت بتاع النادي الاهلي، تيشيرت النادي الاهلي تقيل. واللي يقدر عليه ممكن ما يكونش لعيب كويس وبس، لازم يكون ذهنه كويس، فكره كويس. لازم يكون ذهنه وفكره كويس ويناسب النادي الاهلي. في لعيبه كتيره قوي ممكن تكون لعيبه كويسه ولكن لا تناسب الضغط العصبي بتاع الفرقه، الحاجات الكتيره. بس يعني احنا مش بنظهر كده، ولكن انا شايف انه انت عندك اريحيه كمدير فني كمستر كولر، عندك اريحيه ان انت تلعب باللعيبه اللي تقدر وتقسم المباراه بتاعتك على الدقائق وتقسمها على اللاعبين، وانت طبعا الافضل المفترض يعني. باذن الله ان شاء الله. كابتن عادل عبد الرحمن نجم النادي الاهلي، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله الهامه جدا.